ومن برلين إلى ميونخ، حيث نلتقي الرئيس الجديد لدار الفنون فيها، وهو النيجيري أوكوي إنويزور. أوكوي إنويزور وسيط ثقافي بمواصفات عالمية، ويتعامل مع ماضي الدار النازي بكل أريحية. لا أستطيع الادعاء بشعوري بماضي هذه البناية، ورغم ذلك فإن تاريخها جزء من هوية هذا المبنى، وهذا أمر ينبغي علينا التعامل معه ونحن نسير نحو المستقبل. كالسخرية مثلاً، كما هي حال شبكة التمويه الملونة الملقاة على دار الفنون، في إشارة ساخرة إلى الحجاب الذي يغطي المتحف الذي تعرض للهجوم الجوي إبان الحرب العالمية الثانية. دار هتلر للفنون الألمانية كانت أكثر من مجرد بناية، لقد كانت أسطورة، وعيد بناء نموذج لها حمل على الأكتاف في يوم الفن الألماني في شوارع ميونخ. طلب المدير الجديد تشييد نموذج من الشوكولاتة البيضاء كإغراء لذيذ، وقد وضع أمامه خطاب هتلر الكامل بمناسبة معرض الفن الألماني الكبير عام 1937، أوضح فيه ما وصفه بعظمة الفن الألماني الحقيقي ونقائه من العناصر الدخيلة واليهودية. مئات الآلاف من الزوار شاهدوا هذه الصور وقتها. فن بطولي أم فن مبتذل؟ وجاء الانهيار عام 1945، وكان هذا الانهيار ضروريا للدار وللنازية. علينا التطلع إلى المستقبل الذي تتوق إليه الدار منذ عام 1945 عندما وقعت تحت سيطرة الجيش الأمريكي. انطلاقة جديدة من رماد دار الفنون الألمانية، إنه الأمر الذي ينبغي علينا التدقيق فيه عن كثب. بحث المدير الجديد في الأرشيف فاكتشف أشياء مدهشة، منها أن المكان الذي ألقى فيه هتلر مرة خطابه استغله الأمريكيون كقاعة لكرة السلة، وأن أول المعارض الفنية كانت في البداية بلوحات شهيرة من عصر النهضة. بعدها انضمت لوحات من العصر الحديث التي كان ينظر إليها وإلى وقت قريب كأعمال مبتذلة من عهد كاندينسكي إلى بيكاسو. تخلصت دار الفنون الألمانية من الماضي النازي كليا، وتبقى المعارض التي تعالج العلاقة بين الفن والعمارة والسينما والفن والثقافة والموضة معارض مذهلة. ويظهر المعرض الجديد عملا كان موضوعا على الرفوف، والأسئلة التي كانت مطروحة في السابق لا تزال قائمة حتى الآن. لا أعتقد أن الثقافة تساعد الفنان على الفهم الحاسم للإنتاج الفني، فهذا أمر لا يهمني بقدر ما يهمني التبادل والحوار بين أشكال الفن المختلفة وبين المشاريع والمفاهيم ومختلف المراحل الإنتاجية. تبادل ثقافي من هذا النوع كان قد أظهره إنويزور في معرض دوكومنتا قبل 10 أعوام، عندما حاول فتح رؤية الأوروبيين المنغلقة على إفريقيا وإعطائها بعدا عالميا. ولا تقل الأعمال الفنية الفردية أهمية عن لقاءاته ومحادثاته. المناقشة حول وسائل الإعلام المختلفة والتشابك في عالم الفن العالمي جعل منها أيضا مواضيع لدار الفنون. بكل بساطة،
لا يتعلق الأمر باللوحات المعلقة على الحائط، إذ ينبغي أن نهتم من جانبنا بإظهار الوعي للناس ذوي الأفق الثقافي المختلف. جمهورنا ليس فقط من زوار المتحف، فبعضهم يعيش بعيدا جدا في جاكرتا ولاغوس، وربما في برلين أو في لندن. ولهذا السبب نحاول تطوير قاعدة تضع كل فئات الجمهور في الصورة دون إغفال زوار المعرض. مشروع لمصلحة ميونخ، لكن رسالته عالمية. هذا ما يمكن أن يكون عليه مستقبل دار الفنون تحت إدارة أوكوي إنويزار.